بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والصلاة نور. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة أحبتي في الله هي أم العبادات، وهي أصل الطاعات، وهي أفضل القربات، وهي آخر ما يفقد من الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم الدين، وهي آخر وصية وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. الصلاة أحبتي في الله لها أهمية عظمى في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النساء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، عمود واحد. فشبه صلى الله عليه وسلم الإسلام بالخيمة، وعمود واحد فقط لهذه الخيمة وهي الصلاة. فلو في أوتاد، يعني في أوتاد كثيرة: وتد الصدقة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، والعمرة، وقراءة القرآن، والصيام. الأوتاد كثيرة، الأوتاد كثيرة، لكن العمود واحد. فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. فلذلك إسلام من غير صلاة ما ينفع. الصلاة هي عمود الدين. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. الفرق اللي بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: العهد الذي بيننا وبينهم، بين من؟ الكفار. العهد الذي بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهي أحب الأعمال إلى الله. عبد الله بن مسعود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فالصلاة هي أحب الأعمال وأحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تكفر الذنوب. روى الإمام النسائي روى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: أيما امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، وذلك الدهر كله. فالصلاة إذا أنت أحسنت خشوعها وضوءها وركوعها تكفر ما بينها وبين الصلاة الماضية، الصغائر وليس الكبائر، وذلك الدهر كله. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة عند الصحابة، فسألهم قال لهم: أرأيتم لو أن رجلا ولو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم، أيبقى من درنه؟ درن يعني الوسخ، هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، خمس مرات تغتسل. فقال: كذلك الصلوات، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك أحبتي في الله انتظار الصلاة هذا أمر مطلوب، وهذه سنة مهجورة، انتظار الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بيرس، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا أمر مطلوب. الآن نشوف الناس تأتي قبل الإقامة بدقيقتين، خمس دقائق، ثلاث دقائق، لا ترى أحد، كل الناس يأتون مع الإقامة أو بعد الإقامة، وهذا
يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين، كانوا يقبلون على المساجد قبل الإقامة بوقت كبير. وفي الحديث الآخر قال إن الرجل يكون في الصلاة أو إن الرجل في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه أو ما انتظر الصلاة، فالرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. فأنت إذا تنتظر الصلاة لازم لا تقرأ قرآن ولا شيء، جيت بدري تأتي وتنتظر الصلاة 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، تنتظر الصلاة عشان تكون في سكينة، ويعني تشوف الناس اللي يسبحون ويصلون فتقام الصلاة وأنت في سكينة، وبياي راكض متأخر عشان تلحق الصلاة. فإذا كانت هذا الأمر موجود، السكينة موجود، تكون هي كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هي صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة صلة، كيف تكون صلة؟ لازم فيه أنك تناجي الله سبحانه وتعالى. في الحديث الله عز وجل في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى مناجاة، تحتاج قال مثل ما قال عثمان رضي الله عنه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، هذا هي الأصل. فالمطلوب الخشوع في الصلاة، وهذا هو الهدف من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كان الشخص خاشع في هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سدسها، ثلثها، ربعها، ثلثها، نصفها. فأقل شيء يكتب للإنسان العشر، فأنت يعني أقل شيء تحصل عليه هو العشر. ليش؟ لأن أنت ما فهمت، تقرأ وتسمع ولا تعي ما تقرأ ولا تسمع. فلذلك تؤجر على في الحديث الثاني، الحديث صريح صحيح، قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أنت سرحان وتقرأ صحيح تقرأ، لكنك لا تعلم ماذا قرأت، لا تؤجر على هذا الأمر. فالمطلوب أنك تفهم وتعي وتعقل ما تقرأ أو تسمع من الإمام، هذا هو المطلوب. و الصلاة أحبتي بالله لها أوقات معينة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مفروضة موقوتة أي مؤقتة. كل فرض له وقت دخول ووقت خروج، الظهر، العصر، المغرب. فلذلك يجب أن هذه الصلاة تصلى في هذا الوقت قبل خروج الوقت. وقلنا أن الصلاة لا تؤخر ولا تسقط، حتى في الحرب، حتى في المرض لا تسقط بحال من الأحوال. أو مثل الصيام، تعبان لا تصوم، صوم باكر، مسافر لا تصوم، لكن الصلاة لا، ما في تعبان، ما في مريض، ما في حرب، الصلاة لا تسقط ولا تؤخر بحال من الأحوال. وأخيرا يقول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، أي المقصود منها صلاة الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذي، الفذي يعني الفرد، تفضل على صلاة الفذي ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة. فالأصل أن المسلم لا يصلي الرجل خاصة، قلنا الرجل لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وغير واجبة على النساء، فالرجل يصلي الصلوات الخمس قدر الإمكان في الجماعة مع الجماعة. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.